كلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاء الإنسان إليه. صباح العطاء والمحبة ويسعد صباحكم مشاهدينا بيوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوري. بنبدأ سوا بأبرز عناوين حلقتنا. مشوارنا الصباحي لليوم رح نبدأه سوا مع سوري رجعت له سيارته المسروقة بعد 11 سنة. منه رح ننتقل إلى موتور تاكسي في مناطق النظام. والختام مع سؤال الحلقة والتعامل مع أنماط الشخصية النرجسية. نحن معكم على الهواء، كونوا معنا. مشاهدينا موضوع حلقتنا لليوم عن نمط من أنماط الشخصية الإنسانية. طبعا هذا النمط بنشوفه كتير بالمسلسلات كنموذج يجب الانتباه منه، هو نمط الشخصية النرجسية. وسؤال حلقتنا لليوم عن أنواع الشخصيات النرجسية وإذا قابلتوا هيك شخصية بحياتكم. لمتابعة الحلقة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية والوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة، بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة للانضمام لمجموعة صباح سوري. بعد 11 سنة استطاع نزير علوش من مدينة جسر الشغور أن يعيد سيارته المسروقة من قبل مسلحين على طريق حلب اللاذقية. بعد فترة طويلة قضاها بالبحث عنها حتى استطاع أن يجدها. تفاصيل أكثر مشاهدينا بتقرير للزميل جمعة الأحمد. نزير علوش، منطقة جسر الشغور. طبعا يعني قصة هذه السيارة والتي انتشرت على وسائل الإعلام منذ 11 عاما، كنت قادم ليلا من حلب باتجاه منطقة جسر الشغور، فاعترضت إلي عصابة مسلحة في تاكسي سوداء، أشاروا إلي بالسلاح فظننتهم أمن، فأخذت يمين الطريق فنزلوا وقد وضعوا البواريد برأسي. فعندما طلبوا من مفاتيح السيارة عرفت أنهم يعني مشلحين أو عصابة مسلحة، فأعطيتهم مفاتيح سيارة ثم ركبوها وانطلقوا، وكان معي ابني صغير عمره 8 سنوات فأخذوه معهم، فأخذت أصرخ وأقول لهم اتركوا الولد، خذوا السيارة اتركوا الولد، لكن أصروا. وبعد أن ذهبوا ما يقارب 100 متر وقفوا وتركوا الولد وتركونا ليلا. فكنت دائما يعني أراقب أنه مواصفات أنه سيارة لف بها المواصفات هاي، فبروح إلى يعني مشان نفحصها وكذا. وحدث أنه يعني رحنا إلى عشرات السيارات نتفحصها على أساس من أجل الشراء، لكن نطابق الأرقام لم تكن فيها. إلا منذ شهرين، منذ 55 يوم بالضبط، ذكرت لنا أن هناك سيارة كيا مواصفات كذا كذا معروضة للبيع. طبقناها على الأوراق اللي بجعبتي، فكانت الأوراق مطابقة، فذهبنا إلى المخفر، مخفر جبل الزاوي في بلدة إحسم، وأقمنا دعوة. فمباشرة كانوا متجاوبين كتير مخفر إحسم، ومباشرة راحوا ألقوا القبض على السيارة وأتوا يعني حجزوها بالمخفر. كانت وهلة عظيمة جدا بلقائي بهذه السيارة بعد 11 عام، وكان لي ذكريات كبيرة جدا خاصة بدايات الثورة. فهذه الساحة، ساحة الشهداء في جسر الشغور، فكانت يعني أسوء أدور بهذه الساحات أثناء المظاهرات وأذهب إلى أدلب ولجبل الزاوية، فكانت لها يعني وقع خاص بنفسي. بالإضافة أن هناك يعني ذكريات كثيرة ومشاهد حدثت في هذه السيارة، لذلك يعني كان لها أثر كبير جدا في نفسي. مع العلم أن الحمد لله رب العالمين يعني من 97 وأنا لا أمتلك سيارات خاصة، فلذلك يعني كان لها وقع ورهبة خاصة يعني عندما وجدتها، والحمد لله رب العالمين. أقامت منظمة رحمة بلا حدود فعالية لتوزيع حقائب مدرسية على أطفال في مدرسة بمدينة عزاز. مشاهدينا المزيد عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي. لعبة كتير حلوة
مع بداية العام الدراسي الجديد قامت منظمة الرحمة بلا حدود بتقديم القرطاسية اللازمة للأطفال المكفولين لديها بهدف تخفيف العبء المادي على الأهالي. يلا خليهم اليوم اجينا على منظمة رحمة بلا حدود مشان نستلم قرطاسية وخلوني اختار شنتايتي لحالي، وانا اخترت هاي الشنتاية عجبتني كتير. الله يجزيهم الخير. كبير كثير، انا اليوم ام لسبع ايتام وعندي من الصف الاول للتاسع الكل بيدرسوا، فهذا الشيء اللي عملوه يعني خفف عنا عبء. القرطاسيه غاليه والشناتي غاليه، في مصاريف شتاء وفي مصاريف لباس، فالله يجزيهم خير. يعني هذا الشيء خفف على كل الامهات يعني كثير من المصروف وشال عنا حمل كبير. رغم اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي لكل مناحي الحياة من الترفيه إلى مصادر المعلومات والأخبار والتواصل، ما يزال محمد الشيخ النازح من ريف اللاذقية إلى ريف إدلب يفضل الاستماع للراديو. نتابع التقرير التالي. في قصف المدنيين المكرميين والبنية التحتية. اسمي محمد الشيخ أبو نزير، نازح من بلدة سلمان من جبل الأكراد، أسكن حاليا في ريف جسر الشغور الغربي. حقيقة علاقتي مع الراديو يعني علاقة خاصة، يعني بلشت من الصغر. أيام كان عمري 4 سنين 5 سنوات كان في بيتنا الريفي راديو قديم جدا يعود إلى 60ات القرن الماضي. طبعا هذا الكلام يعني كان انه طقوس خاصه في الاستماع للراديو. من لما كنت صغير بوعه انه الوالد كان يستيقظ بكير مع الوالده الله يرحمها، كان يطلع برنامج جميل جدا يعني وله سحر خاص في الاستماع له، هو مرحبا يا صباح. كان هذا البرنامج ثقافي ترفيهي، يعني كان يقدموه يعني مقدمين عمالقه في هذاك الزمان، يعني بيمتلكوا اصوات رخيمه جميله جدا. حدثوا باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرئيس الولايات المتحدة. فكان في هذا الزمان إنه هي الوحيدة عم تنقل أخبار العالم، ما كان موجود التكنولوجيا والتقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي الموجودة هلا. فكان في هذا الزمان بتذكر من كنت صغير سمع البي بي سي، فالبي بي سي تنقل لك أخبار العالم شرقا وغربا. مثلا الدراما الإذاعية كان عندها برنامج مشهور جدا في هذا الزمان، هو حكم العدالة، يعني له متابعين على مستوى العالم. يعني الجيل السبعينيات والتسعينيات ما بينسوا لهذا البرنامج نهائيا. حقيقة أن الاستماع للراديو صار هيك شغف يعني وإحياء للتراث، ف يعني كما يقال من شب على شيء شاب عليه. فأنا بحس أنه ينقصني شيء إذا ما استمعت على الراديو، حتى أنه في عندي أجهزة راديو ولكن مو شغالة يعني، ولكن أنا بحتفظ فيها من باب تاريخ وتراث. يعني مثلا عندنا راديو سيرة، هي موديل الستينيات، تعتبر الجيل الأول إذا ما الأول الساري. اليوم يعني الأخبار بكل سهولة تنتشر في كل أنحاء العالم، ما في شيء يعني مكلف للاستماع لإله. ولكن أنا له وقع خاص في الراديو، يعني الراديو لها سحر خاص على المستمع وعلى الأذن. يعني الراديو تجعل الأذن ما فقط يعني مهمتها الاستماع ولكن مهمتها حتى النظر. فالراديو يعني أعتقد أنه باقي رغم أنه ضعف كثير المستمعين ونسبة المستمعين له، ولكن ما زال سيبقى باقيا.
مشاهدينا مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل رح نكون مع موضوع منتشر في الشمال مناطق النظام، وهي مع موتور تاكسي. تابعونا.